نروح لقاء مع كريم ندفد ونرجع نتكلم مع كابتننا كبار مره اخرى. كابتن كريم، يمكن لو يبارك لك النهارده على الفوز النهارده على ميامي وكمان منتخب الربع النهائي، وفي نفس الوقت برضه بشكرك وتقول لك النهارده الحمد لله. يعني اهم حاجه المكسب ده كان مهم جدا بالنسبه لنا عشان نحسم التاهل من النهارده، عشان انت عارف احنا عندنا ماتشات كتير الفتره الجايه، فيبقى عندنا فتره لو الكوتش يبقى عايز يريح حد في الماتش بتاع يانج افريكان. فالحمد لله ده اهم حاجه المكسب، واهم حاجه ان احنا ادينا ماتش كويس. اللعيبه كلها النهارده كانت رجاله، الجو كان صعب، حتى كمان كان عندنا مشكله في الطيران، فكل الحاجات دي احنا بس احنا الحمد لله قدرنا نتغلب عليها. فده الحمد لله ده اهم حاجه يعني. الحمد لله النهارده الحمد لله رغم ان انت مثلا جالك فتره كبيره وبتاع مثلا مش بتشوفك النهارده، وده كان عالي جدا الحمد لله. الواحد الفترة اللي فاتت بيشتغل، بيعمل اللي عليه، بيتمرن كويس، والحمد لله يعني ربنا وفقه النهارده وعملنا ماتش كويس الحمد لله.